السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير في هذه الايام والاجواء. والمفروض الفتره اللي احنا فيها دي فتره تعتبر حماسيه جدا في عالم التكنولوجيا. اواخر السنه دايما بتلاقي الشركات الكبيره بتجهز نفسها لاعلانات والموبايلات والاجهزه الجديده، لكن برضه في التوقيت ده ويمكن تفهمش تاثير الظروف اللي احنا فيها، في برضه شويه اخبار كده مش لطيفه وفي شويه حاجات محبطه عماله تحصل. ولذلك النهارده عايزين نعمل كوكتيل كده ما بين الاخبار اللطيفه والاخبار المش لطيفه. لو فاكرين في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على موضوع الحظر بتاع شركه تينسنت والعاب زي فورتنايت وحاجات زي كده، وفعليا في تطورات في الموضوع ده لكن لاسباب مختلفه تماما. هو في حظر لكن بشكل غير جدا. فهنتكلم عن اخبار عن فورتنايت، ابل، نتكلم كمان عن اخبار لطيفه من مايكروسوفت واخبار مش لطيفه قوي من هواوي، شويه حاجات تانية. لكن قبل ما نبدا اكيد ما تنسوش لايك العنيف، ما تنسوش كمان تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في الاخبار الجديده اول باول. المهم خلينا نبدا الاول مع فورتنايت عشان عارف ان دي حاجه بتشغل جروب كبير منكم. من ساعه ما عملنا الفيديو بتاع موضوع الحظر امريكا لشركه تينسنت وما قد يترتب عليه من حظر او تاثير في ابلكيشنز كتير جدا من الجيمز اللي انت بتستخدمها بشكل يومي او حتى حاجات تانية كتير وتاثير تاني على شركات امريكيه، في موضوع كبير ممكن يحصل. ولكن النهارده حصل بقى يعني حظر والتاثير ده ولكن من مصدر تاني مختلف تماما. لعبه فورتنايت، اذا انت عندك ايفون، اذا انت مستخدم الايفون دلوقتي ودخلت على الاب ستور دورت على فورتنايت مش هتلاقي فورتنايت. فعليا لعبه فورتنايت اتطردت او اتمسحت من الاب ستور، وقريبا كان ممكن يحصل نفس الموضوع مع البلاي ستور. ولكن الموضوع هنا خلي بالك ملوش علاقه بالكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده وامريكا والتجسس وتينسنت. الموضوع هنا ليه علاقه مباشره ما بين شركه ايبك، الشركه اللي ماسكه فورتنايت، وشركه ابل حاليا، ويمكن يمتد لجوجل بعد كده. خليني اشرح لكم الموضوع بسرعه. طبعا عندنا ستورز اساسيه، ابل جوجل، كل واحد من دول ليه بوليسيز وليه ريستريكشنز، ليه قواعد وليه اسس وليه مبادئ لازم كل ابلكيشنز تتبعها عشان تقدر تحط الابلكيشن بتاعتها على الستور ده والناس تشتريها والناس تنزلها ببلاش او تعمل بيها اي تعاملات. واي ابلكيشن بتطلع فلوس سواء على البلاي ستور سواء على الابل ستور لازم تطلع جزء او نسبه من الفلوس دي وتديها لصاحب الستور سواء لجوجل او سواء لابل. الموضوع ده متعارف عليه جدا. اي ابلكيشن بتشوفها تمنها مثلا رقم معين، مثلا الاب ستور بياخد من الرقم ده 30%. اي ارباح بتطلعها الابلكيشن لازم الاب ستور ياخد 30% من الارباح دي. دي حاجه متفهمه بصراحه، يعني هم اللي عاملين الستور، هم اللي بيحافظوا ان ما يحصلش هاكينج، وهم اللي بيكبروا نسبة انتشار الابلكيشن دي، فدي حاجة متفهمة، لازم يستفيد ولازم يكون في مصلحة متبادلة. جوجل كمان ليها نسبة لكن مش متأكد بصراحة هي كام بالظبط، لكن ليها نسبة وماشية بنفس الطريقة برضو بالظبط. ولكن شركة ايبك اللي هي بقى اللي ماسكة فورتنايت مش عاجبها هذا الموضوع، مش مستظرفة فكرة ان الشركات تاخد منها فلوس من ارباح الجيم بتاعتها. طبعا انتوا عارفين فورتنايت اساسا ببلاش ولكن مليانه حاجات تقدر تشتريها. انا ما بلعبش فورتنايت لكن في حاجه اسمها في باكس تقريبا، في كوينز تشتريها عشان الايبوتس والرقصات او كمان الكاستيومز والحاجات اللي زي دي. ففي ودي ده طريقه مكسب اساسا فورتنايت، واللي بتكسب بكده مليارات الدولارات كل سنه. شركه ايبك بقى اللي ماسكه فورتنايت عايزه تهرب بالنسبه دي، مش عايزه تدفعها لا لده ولا ده. لو فاكرين اول ما نزلت فورتنايت على الاندرويد ما نزلتش اساسا على بلاي ستور، نزلت من خلال ويب سايت كده لازم تدخل تسجل وما اعرفش ايه وتنزل ابلكيشن من بره، ودي حاجه بالنسبه لجوجل كانت مخالفه لقوانين البلاي ستور. وفعليا بعد ضغط قوي من جوجل بقى دلوقتي فورتنايت موجوده على البلاي ستور عادي. ففورتنايت كانت سامعه كلام وشغاله كويس على هنا وعلى هنا، ولكن مؤخرا حديثا جدا شركه ايبك قررت بقى ان هي ايه تعمل شويه شقاوه. طبعا الحاجات اللي انت بتشتريها لازم تشتريها عن طريق، لما بتشتري حاجات جوه فورتنايت بتشتريها عن طريق الستور اللي انت بتشتري منه، مثلا من الاب ستور هتدخل من جوه الاب ستور وتعمل بين بتاعتك من خلال الاب ستور، نفس الكلام على اتجاه جوجل. ولكن مؤخرا شركه ايبك حطت طريقه مختلفه انك تدفع قصاد الحاجات دي من بره الاب ستور ومن بره البلاي ستور. الفلوس بتروح مباشره لايبك والفورتنايت من غير ما تعدي على بلاي ستور ولا اب ستور، فبالتالي مش هياخدوا نسبتهم من هذه الارباح، وبتنزلها كمان باسعار مخفضه. يعني بيقول لك اذا اشتريتها من عندنا احنا من بره الستور هنديها لك مثلا بسعر 5 دولار بدل مثلا من 7 دولار ولا 8 دولار لو اشتريتها من الاب ستور ولا البلاي ستور. فدي حركه خبيثه وتخالف تماما قوانين الستورز سواء هنا وهنا. شركه ابل اكيد اعترضت بشكل كبير على هذا الموضوع، ولكن ايبك قالوا لها ايه؟ اعمل اللي انت عايزاه، احنا هنفضل زي ما احنا كده. ومباشره النهارده راحت ابل ادت الرد القوي جدا
وشالت فورتنايت من على الاب ستور. جوجل لسه عملتش حاجه، ظهر بتقيم الموقف دلوقتي، بتشوف كده ابل هتمشي ازاي الاول وبعدين يقرروا مثلا هيعملوا ايه. ولكن شركه ايبك واضح انها كانت محضره الموضوع ده، يعني واضح انها جاهزه انها فورتنايت هتتشال، ونزلوا مباشره فيديو تريقه على شركه ابل وكانهم مسيطرين عليهم وعاملين ديكتاتوريه وما اعرفش ايه. فيديو مشهور كده، يعتبر تريقه على فيديوهات قديمه لابل، ونزلين كده تصريح ورفعوا قضيه اساسا على شركه ابل، بيقولوا ان هي عباره عن مونوبولي. مونوبولي يعني اللي هي بتاخد كل الارباح لنفسها وهي بس الشركه المستفيده في الاخر، ورافعين قضيه ضد ابل بهذه الطريقه، وحاملين بقى هاشتاج فري فورتنايت وجماعه حراروا بقى فورتنايت وحاجات زي كده. اذا انت اوريدي عندك فورتنايت على الموبايل حاليا، هي ما زالت شغاله لكن مش هتلاقيها لو انت ما عندكش الجيم اساسا. والمشكله ان تقريبا اذا عايز تعملها ابديت كبير بعد كده مش هيجي لك الابديت الا لما ابل توافق على الابلكيشن. لكن دي مش اول مره ابل تعمل حركات مشابهه دي. لسه من كام يوم برضو ابل ادت رفض تام لاي ابلكيشنز بتخليك تلعب جيمز اونلاين عن طريق الخدمات السحابيه، زي مثلا خدمه ستيديا، او مثلا كمان الاكس بوكس السيرفيس بتاعتهم اللي هي اونلاين اسمها ايه، الاكس كلاود. ايوه، ابل منعت دول تماما وقالت دول برضو بيخالفوا مبادئ البلاي ستور، الاب ستور. ما ينفعش حاجات زي دي تتواجد على الاب ستور، وان هم لازم عشان يتوافق على الحاجات دي لازم يراجعوا لعبه لعبه، بدوها ريفيو كامل الاول قبل ما تنزل على الخدمه. ودي حاجه مش هينفع لان الخدمه اوريدي بتشتغل من السيرفرات بتاعه جوجل او مايكروسوفت. فالموضوع في عك كبير، ابل يعني تايت جدا في موضوع الاب ستور، والشركات عايزه فليكسبيليتي اكتر، وشايفين انها عامله مونوبولي زي ما بنقول. فالحظر الفورتنايت حصل فعليا، ولكن لاسباب مختلفه تماما هنا. وعلى فكره، وفي جانب الحظر بقى الاساسي الكبير بتاع الصين اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، بتاع تينسنت وي تشات والحاجات دي، شركه ابل وشركه فورد وشركه ديزني ومجموعه كبيره من الشركات مقدمين زي احتجاج كده لترامب واداره ترامب، ان منع وي تشات هيأثر عليهم بشكل دراماتيكي جدا وهيأثر على الأرباح والمبيعات وما إلى ذلك. نفس الكلام برضو وول مارت، لأن التعامل مع الجانب الصيني أكيد في اقتصاد كبير جدا قائم بين أمريكا والصين، في تعاملات تجارية عملاقة، ومنع حاجة زي وي تشات اللي تعتبر زي أبليكيشن أساسية لنقل الفلوس أو التواصل عامة ما بين الجانب ده والجانب ده، هيأثر بشكل هستيري على الشركات دي. فأتمنى الموضوع يتصلح في الفترة القادمة وهنشوف تطوراتها، خليكم إن شاء الله أب تو ديت أول بأول. وقبل ما نسيب أبل، خلينا أديكم كده خبر سريع جدا أو تسريب سريع جدا جدا عن مواعيد الايفون 12 والاجهزه القادمه في اواخر السنه. احنا طبعا متعودين على شهر سبتمبر، ده الميعاد الرسمي من ساعه ما ابل بدات انها تنزل الايفون، ولكن السنه دي واضح ان في تغييرات نتيجه الاجواء اللي احنا فيها وتاخير التصنيع وحاجات زي كده. ففي شهر سبتمبر هنشوف ايباد جديد وابل ووتش جديده من غير اجهزه ايفون، ده التسريبات تقول كده. في شهر اكتوبر هنشوف اجهزه ايفون 12 المش برو، ففي اكتوبر الاعلان، وفي اكتوبر كمان البري اوردر والشحن، وفي شهر نوفمبر هنشوف الايفون 12 برو والبرو ماكس او بقى ايا يعني كان هيسموه ايه في نوفمبر، وده لسه مش بتحدد بقى التواريخ وما الى ذلك. ولكن اكيد فرق كبير من نوفمبر لسبتمبر، اكيد شهرين قفزه كبيره على الميعاد التقليدي للايفون، وهنشوف التسريبات تطلع حقيقه ولا لا، وان كان جاي من مصدر يعتبر قوي يعني. اوكي، خلينا نحاول دلوقتي على مايكروسوفت، وجهاز انا متحمس ليه جدا جدا من ساعه ما شفت الاعلان عنه امتى، السنه اللي فاتت باين ولا من فتره طويله، وهو السيرفس دو، الجهاز الجديد ولاول مره من مايكروسوفت اللي شغال مع اندرويد. دي حاجه حماسيه جدا بالنسبه لي. الجهاز نفسه شكله فيه شويه حاجات قديمه، البازلز الكبيره، مفيش غير كاميرا واحده، ولكن ستيل فكره يكون عندك شاشتين شابكين ببعض، وواضح ان مايكروسوفت عامله شويه تعديلات كده في السوفت وير مخليه الشاشات تشتغل مع بعض بشكل لطيف جدا جدا. انا متحمس جدا للجهاز ده. دلوقتي بقى عندنا السعر الرسمي ليه، وهو $1400. اوكي، مش سعر رخيص خالص، ارخص من الفولدبلز اللي بنشوفها ب 2000 او 2000 وشويه، ولكن ستيل برضو يعتبر سعر غالي جدا على موبايل، خصوصا ان مواصفاته تعتبر قديمه. الموبايل ده نازل مع سناب دراجون 855 مع 6 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 128 جيجا، فمش اعلى سبيكس، وقلت لكم كاميرا واحده بس موجوده من الداخل، فلازم عشان تصور تلف وتصور بره. ده يعتبر بدايه فئه جديده من مايكروسوفت، والبدايه ما تحكمش عليها قوي كده انك السبيكس والتوب ما اعرفش ايه وبزلز كبيره، لكن الفكره والكونسبت العام انا شايفه حماسي جدا بصراحه.
الجهاز هيبدا البري اوردر عليه او بدا البري اوردر فعليا في امريكا، والمفروض يتوفر في الاسواق وناس تمسكه من يوم 10 سبتمبر. وانا بصراحه متحمس جدا اجرب الجهاز ده، وان شاء الله اذا قدرت اوصل له وهنعمل عليه فيديو بعد كده. خلينا نحاول دلوقتي على هواوي، وبصراحه خبر بالنسبه لي انا خبر حزين جدا جدا. شركه هواوي من الشركات القلائل جدا اللي بتعمل تشيبس او بروسيسورز خاصه بيها. طبعا كده بنشوفه مع سامسونج، بنشوفه مع ابل، وبنشوف طبعا حاجات بقى زي ميديا تيك وكوالكوم بيشتغلوا على باقي الشركات. لكن طبعا هواوي عندها خط كيرين اللي يعتبر خط قوي جدا للبروسيسورز، اللي دايما بتزق التكنولوجيا لقدام وبتقدم لنا حاجات جديده كل سنه. وللاسف جدا جدا شركه هواوي اعلنت ان الموبايل اللي جاي الاساسي اللي هو الميت 40 والميت 40 برو هيكونوا اخر موبايلات تنزل مع بروسيسور جديد من عائلة كيرين. اخر بروسيسور من هواوي هيكون باسم كيرين 1000، هيتصنع بتكنولوجيا 5 نانومتر، هيكون حاجة متطورة جدا. لسه ما شفناش ولا بروسيسور كده في السوق لحد دلوقتي، ويقال ان ابل برضو البروسيسور الجاي بتاعها هيكون مع نفس التكنولوجيا. وانا حزين جدا على الموضوع ده بصراحة، والسبب طبعا هو ضغط امريكا والمنع والحظر وكلام زي ده، وان شركة تي اس ام سي الشركة اللي كانت بتصنع فيها هواوي بروسيسور بتاعت كيرين مش هينفع تتعامل معاها تاني، وبالتالي مفيش مكان اساسا يصنع لها بروسيسورز. وبالتالي شركه هواوي بتدور على شريك تاني دلوقتي عشان تاخد منه بروسيسورز. من الشركاء اللي واضح الكلام عليهم دلوقتي هي شركه ميديا تيك. ليه مش كوالكوم؟ طبعا عشان ميديا تيك شركه مش امريكيه اساسا ولا ليها علاقه بامريكا، فينفع تتعامل معاها. ولكن شركه كوالكوم بتقدم دلوقتي طلب للحكومه الامريكيه، بتتوسط لشركه هواوي انها تسمح لها تشتري منها بروسيسورز، عشان بتقول ان عدم شراء هواوي للبروسيسور بتاعت كوالكوم هيخسرها حوالي 8 بليون دولار سنويا. يعني هي صفقه ما حصلتش، ولكن هم شايفينها تعتبر خساره عشان دي حاجه كانت ممكن تحصل. باي حال من الاحوال، الميت 40 والميت 40 برو اللي شفت لهم زي ما شايفين ريندرز واضحه جدا للاجهزه الجديده، وشكلهم صراحه لطيف جدا جدا. الميت 40 برو شكله ممتاز، وحجم الكاميرا ورا عملاق، اكيد فيها قنابل قويه. غالبا دول هيكونوا اخر موبايلات، او فعليا هم اخر موبايلات مع بروسيسور جديد من كيرين. انا حزين على هذا الموضوع. ومع هذا الخبر المش لطيف نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من موجز تكنولوجيا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك العنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل الاخبار الجديده اول باول. يا ريت كمان تتابعونا على انستغرام، فيسبوك، تويتر، او كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.